جماعة الحوثي تدخل أول مناطق يافع وتوجيهات عليا بعدم مواجهة الحوثيين. كشف مصدر محلي عن دخول جماعة الحوثية أول منطقة تتبع إداريا أحد المحافظات الجنوبية بعد أحكام السيطرة على جبهات محافظة البيضاء. وقال الصحفي صالح منصر اليافعي أن جماعة الحوثي دخلت إلى أحد مناطق يافع واعتقلت عددا من المواطنين بعد تنسيق مستمر مع المجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضح المصدر أن مدير أمن مديرية الحد في يافع التابعة لمحافظة لحج قدم خلال الأيام الماضية إلى قرية أمسرة وأكد تجهيزات جماعة الحوثي للدخول إليها. وأشار المصدر إلى أن مسؤولا أمنيا أخبر أبناء المنطقة أن الحوثيين سيدخلون تلك المناطق للقبض على مطلوبين بالقاعدة بحسب تعبيره. وأضاف المصدر أن مدير أمن الحد طلب من المواطنين عدم مواجهة الجماعة الحوثية وسحب الانتقال قوات الحزام الأمني من المنطقة. وأكد اليافعي أن جماعة الحوثي دخلت يوم أمس ومشطت المنطقة واعتقلت 7 أشخاص وغادرت، وبعد ذلك عاد الحزام الأمني إلى مواقعه السابقة.